أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفنا حسن خاطر. سيد خاطر، يعني تحدث قبل قليل ضيفنا نعيم عن محاولات الاحتلال لإنتاج مجتمع استهلاكي، لكن الجيل الجديد وتوسع الفعل المقاوم في الضفة الغربية يوحي بغير ذلك، ما رأيك؟ بكل تأكيد الاحتلال هو في النهاية يريد مجتمع من العبيد، يعني حتى يستمر ويزدهر، لا يريد شعب يقاوم ولا يريد أحد يعني يخرج عن تصوراته. مثلا كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مع الهنود الحمر، لكن الشعب الفلسطيني يعني يعي منذ اليوم الأول أنه هو صاحب هذا الوطن وصاحب هذه الأرض وصاحب هذه القضية، وبالتالي لم تؤثر كل هذه العقود من الزمن في تغيير هذه القناعات، بل على العكس من ذلك ترسخت هذه القناعات بشكل أكبر، وكانوا يراهنون على أن الأجيال القادمة ستنسى هذه القضية، وأن المسألة مرتبطة فقط بجيل المعاناة الأول الذي بموته تموت هذه القضية. ولكن الآن العالم كله يرى أن الجيل الأخير، الجيل الحالي الموجود الآن، هو الأكثر ضراوة في مواجهة الاحتلال والأكثر إصرار على عدم الخضوع والخنوع لهذا الإجرام ولهذه السياسات الاحتلالية المعروفة. ولهذا أنا أقول بأن لا حل للقضية الفلسطينية على الإطلاق إلا بحصول هذا الشعب على الحد الأدنى من حقوقه، على الأقل في ظل هذه الأوضاع الدولية المختلطة وفي ظل هذا الضعف العربي للأسف الذي يعني أنهك كاهل الشعب الفلسطيني بشكل كبير، لأن معاناة شعبنا الآن من العديد من الدول وبالذات المحيط بالقضية الفلسطينية معاناة كبيرة جدا. الحصار على غزة يعني ليس حصارا إسرائيليا فقط، هناك حصار عربي أيضا. المواقف الأخرى من الدول الداعمة للاحتلال أيضا هذه مسألة خطيرة ومزعجة لشعبنا ومثقلة لكاهله. هذه الدول التي لم تقطع التمويل عن دولة الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة وإيجاد طرق للتحايل على ما فعله اليمن عندما منع وحظر على السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى إسرائيل المرور من باب المندب، كيف أن هناك دول عربية تضافرت فيما بينها وقامت بإمداد الاحتلال إلى غاية هذه اللحظة بكل المساعدات والاحتياجات عبر الطرق البرية. هذه المسائل كلها يعني تنهك شعبنا وتزيد في معاناته وتفتح متنفسات كثيرة للاحتلال. وفي ظل هذه الأجواء نحن نقول أن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني هي الخلاص، ليس فقط للاحتلال وإنما حتى للمجتمع الدولي. لن تهدأ هذه القضية، لا يمكن لهذا الشعب أن يستقر وأن يرفع الراية البيضاء أو أن يضع يده في جيبه هكذا بدون أن يحصل على الحد الأدنى من حقوقه. ولا يمكن للاستقرار الذي ينشده المجتمع الدولي أن يعود أو يتم في ظل وجود الاحتلال الصهيوني. شكرا جزيلا لك الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، شاركت معنا في هذا النقاش. ونرحب بضيفنا الدكتور أحمد شديد، خبير في الشأن الصهيوني. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. نعم، إذا عملية صعبة كما يصفها الاحتلال في جنين، أدت إلى مقتل ضابط وجرح 16 جنديا آخرين. كيف تقرأ هذه العملية وما علاقتها بجيل جديد مقاوم يسعى لمواجهة هذا الاحتلال رغم كل التضييقات التي يعيشها؟ القراءة سأستمد معظمها مما كتبته المواقع العبرية، إن كانت مواقع إخبارية رسمية وازنة أو مواقع التواصل الاجتماعي التي اليوم تحولت إلى متنفس للإسرائيلي الذي يمنع عليه الكتابة والنشر بحكم تعليمات وأوامر الرقابة العسكرية التي هي جزء من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أجل الإبقاء على مناعة الجبهة الداخلية في إسرائيل. القراءة المنطقية تقول التالي، بأن هناك فشلا استخباراتيا وأمنيا إسرائيليا قبل أن يكون عسكريا، إذ أن هذه المنطقة برمتها كما هي بقاع الضفة الغربية وقطاع غزة هي تحت
سيطرة إلكترونية، سيطرة استخباراتية على مدار الساعة في منطقة جنين وغيرها بحكم الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي دأبت على جمع الصغيرة قبل الكبيرة في تفاصيل الضفة الغربية والقطاع، أي في تفاصيل الحياة اليومية الفلسطينية. أن يتم نصب كمائن بهذا الحجم وعبوات ناسفة بهذا الحجم، وأن ينجح المنفذ أو الزارع لتلك الكمائن ولتلك الألغام من تفجيرها والانسحاب دون أن يكتشف اللغم أو العبوات أو الكمين أو المفجر، هو حقيقة فشل استخباراتيا. فيما يتعلق بالفشل العسكري، وهذا موضوع يعني آخر إلى حد ما، إذ أن جيش الاحتلال ومنذ شهر أغسطس آب عام 2022، أي منذ حوالي 24 شهر، كان قد اجتاح البقعة الجغرافية التي نتحدث عنها أكثر من 40 مرة، وأحيانا استمر إلى 60 و70 ساعة في تلك الجغرافيا، وهو صحيح. يمتلك نعم، مخيم جنين وجنين تبقى شوكة في حلق الاحتلال. وسؤالي موجه إلى الأستاذ عدنان نعيم. سيد عدنان، لاحظنا أن مخيم جنين ظل صامدا، ظل يواجه الاحتلال رغم ما طاله من عمليات خاصة في الفترة الأخيرة. ما سر هذا الصمود التاريخي لمخيم جنين؟ أولا جنين هو تجمع لاجئين فلسطينيين منذ عام 48، ولديهم اعتزاز قديم بأن جنين احتضنت الثورة الفلسطينية عام 36 بقيادة عز الدين القسام، وهذا إرث نضالي يعتزون به. تركيبة محافظة جنين متاخمة للحدود تماما، وتعرض مخيم جنين لأكثر من عدوان صامد. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق هذا المخيم، وولد جيل من الأطفال، إما أخ شهيد أو أخ محكوم بالمؤبد أو أم شهيد. أنا التقيت بالأسر مع مئات بالانتفاضة الثانية، مع مئات الشبان من مخيم جنين، جميعهم إما أخوه محكوم بالمؤبد أو والدته شهيدة أو بيته مهدم. بمعنى جميع غالبية سكان مخيم جنين اكتووا بنار الاحتلال الصهيوني والعدوان الصهيوني، ويعتبرون أن لا خيار أمامهم إلا هذه المقاومة. وجنين تمثل بؤرة صحيح مشتعلة وملتهبة باستمرار، لتركيبتها ولأن أهلها وسكانها تعرضوا أكثر المحافظات للعدوان الصهيوني في عام 2001 وغيرها، لكن هي بؤرة مشتعلة تضاف إلى بؤر الاشتعال في كافة محافظات الضفة الغربية. أختي، هناك مقاومة في رام الله وفي بيت لحم وفي الخليل، صحيح وطأتها تقل كثيرا، ولكن هناك تركيبة من في جنين منذ سنوات كفاحية، وهناك حاضنة شعبية قوية أيضا للمقاومة في جنين، ليس في المخيم فقط ولكن في قرى محافظة جنين وفي مدينة جنين، تساعدها على استمرار في هذا اللهيب الانتفاضي. ولكن أنا أقول أن هذه بؤرة مشتعلة الأكثر اشتعالا من بؤر النضال في كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. نعم، وصلت الفكرة سيد عدنان نعيم. وأتحول إلى ضيفي أحمد شديد. سيد شديد، يعني كتيبة جنين، كتيبة بلاطة في نابلس، وعقبة جابر في أريحة، بالإضافة إلى كتائب أخرى في مخيم طول كرم ونور شمس، هل ستتطور هذه الكتائب إلى ما يمكن وصفه باستراتيجية عقد اللؤلؤ؟ يعني أولا شكرا، لأنه أنت حضرتك قطعت علي بالجزء الأول من السؤال والجزء المهم، إذ أنني كنت أقول أن هناك لدى جيش الاحتلال آليات عسكرية ضخمة يستطيع أن يجتاح ويحتل بعض عواصم عربية خلال ساعات، رغم مرور أكثر من عامين على دخوله لمخيم جنين، وبعض الأحيان كان يمكث في المخيم لساعات ولأيام، إلا أنه فشل لغاية اللحظة في استئصال هذه البؤرة الوطنية النضالية. كذلك آلياته العسكرية التي أجريت عليها العديد من التجارب ضد القنابل أو ضد العبوات المستخدمة في جنين ما زالت تثبت فشلها أمام تلك العبوات رغم بدائيتها. فيما يتعلق بانتشار الحالة الوطنية، فيما يتعلق بسؤالك حول انتشار الحالة الوطنية في كافة أرجاء
الضفة الغربية هي استجابة طبيعية للدم السائل إن كان في غزة أو في نفس جنين، إضافة إلى ما تفضل به الصديق ضيفك. يعني هنا مسألة نووية يتحلى بها مخيم جنين، هو في الاجتياح عام 2002 قتل أكثر من 20 جندي في مخيم جنين، هذا يعطي دفعة معنوية، جندي إسرائيلي طبعا، هذا يعطي دفعة معنوية كبيرة إلى المخيم وإلى جنين، إضافة لمجموعة النقاط التي تفضل بها زميلي وذكرها. إذا هناك اعتبارية أو خصوصية لجغرافيا الجنين، ولكن انتشارها لبقية الضفة الغربية هي مرة أخرى استجابة للحالة الوطنية النضالية الجمعاء التي تحكم أو تقود أي شعب يخضع للاحتلال. الحالة الوطنية الفلسطينية مرهونة أو مربوطة بمجموعة عوامل، منها على سبيل المثال ولا الحصر الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال في الأسابيع والأشهر الماضية، وبالتالي انتشارها إلى جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، عقبة جبر، محافظات رام الله، بيت لحم، مخيم الدهيشي، يعني معظم الأماكن حقيقة تشهد وإن كانت بوتيرة مختلفة متباينة بين منطقة إلا أنها تشهد مقاومة وفق الإمكانيات المتاحة ضد الاحتلال، ولا أعتقد بأن الشعب يقبل بأن يسلم لاحتلال بأمر واقع أو أن يسلم بالتنازل عن أرضه وكرامته. نعم، ولا تعتقد سيد شديد أن الضفة الغربية هي ساحة فارقة في تحديد مآلات الحرب في قطاع غزة؟ يعني دعينا نتحدث عن جغرافيا الضفة الغربية. جغرافيا الضفة الغربية البالغة 5000 كيلو متر مربع محصورة بمسألتين. المسألة الأولى بأن يعني ما يقارب 3/4 هي الحدود محاطة من الكيان الإسرائيلي من كافة الأماكن، خاصة إضافة إلى أن هناك احتلال في كافة أماكن الضفة الغربية، في كافة الجغرافيا الضفة الغربية، في محافظات الضفة الغربية. والنقطة الثانية هي وجود الضفة الغربية ملاصقة للحدود الأردنية الفلسطينية. هذا يعني بأنه هناك لا يمكن، هناك إحصار وإغلاق كامل لا يمكن. وهنا حين نذهب إلى مسألة السلاح، على عكس ما هو موجود في غزة وما هو موجود ما بين الحدود المصرية الفلسطينية، إذن الضفة الغربية هي تخضع حقيقة لحصار كامل، حصار شامل. وقد يستغرب البعض بأنه بعض الأسلحة التي تصل إلى مناطق الضفة الغربية هي من داخل الكيان، من داخل إسرائيل، عبر وسائل مختلفة، إن كانت سرقة من المعسكرات أو أحيانا يتم شراؤها من الخارجين عن القانون داخل إسرائيل، وأعتقد بأن إسرائيل كلها خارج القانون. وبالتالي الضفة الغربية بكل تأكيد على مفارقة خاصة، وأن رغم الضعف ورغم حالة دعينا نسميها عجز الإمكانيات وضعف الإمكانيات، إلا أن وجود 600,000 مستوطن بالضفة الغربية هو محفز، وعشرات المستوطنات هو محفز لأن تكون هناك في إسرائيل نقطة ضعف أو خاصرة رخوة تتمثل بالمستوطنين. نعم، ابقى معنا. أعود لضيفنا عدنان نعيم. سيد عدنان نعيم، في ظل كل هذه الإرهاصات التي تشهدها الضفة الغربية، هل نحن اليوم على شفا انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، وساحة جديدة ستفتح في مجابهة الاحتلال؟ يعني هي موجودة، الانتفاضة موجودة ومستمرة، ولكن تخف وتتصاعد. يعني نتحدث بشكلها الواسع، بشكلها القوي الذي يشكل فعلا. نعم، أعتقد إذا استمرت إسرائيل بهذه السياسة وأقدم وزير المالية الصهيوني على مخططاته العلنية بضم الضفة الغربية رسميا لدولة الاحتلال، وفلت أكثر وأكثر عقال المستعمرين في اعتداءاتهم على المواطنين، أعتقد أن ستزداد المقاومة وتزداد رد الفعل الطبيعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية ضد الاحتلال. صحيح من الممكن أن تتصاعد، لا سيما وأن إسرائيل تحاول بكل جهد إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومكانة السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل أن تتآكل داخليا.
السلطة الوطنية الفلسطينية كانت نتاج معادلة دولية برغبة أوروبية وأمريكية ودعم أمريكي وأوروبي. لا تستطيع أمريكا وأوروبا أن تقول للسلطة الفلسطينية سكروا الأبواب وهاتوا المفاتيح، لكن يستطيع سموتريتش ويستطيع اليمين الصهيوني أن يحاصروا السلطة الوطنية الفلسطينية ويجعلها تتآكل من الداخل من خلال منع أموال الضرائب، من خلال ممارسات المستوطنين، من خلال بناء الاستيطان، من خلال القتل، من خلال التدمير. وهذه العوامل كلها تفقد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويزيد لهيب الحقد ويزيد لهيب الكرامة الوطنية التي ستتصاعد طبيعيا وتتحول إلى انتفاضة في وجه هذا الاحتلال. بمعنى أن الاحتلال الفلسطيني يخلق كافة عوامل الانتفاضة وكافة عوامل إشعال لهيب الانتفاضة المتعلق بالكرامة الوطنية الفلسطينية. وصلت الفكرة سيد نعيم. كيف تؤثر هذه العمليات، عمليات المقاومة في الضفة الغربية، على الاحتلال المتأرجح بين جبهتين في الشمال والجنوب؟ يؤثر عليه كثيرا. أولا، إسرائيل تعاني بشكل جدي، وعلى لسان تصريحات وتصريحات قيادتها نتنياهو مثلا يقول نحن نقاوم على 6 أو 7 جبهات، بما فيها طبعا جبهة الضفة الغربية. كل جبهة تقاوم الاحتلال هي تضرب أسفين في خصر هذا الاحتلال وخصر هذا العدوان، سواء كانت في الضفة الغربية أو في القدس أو في غزة أو في لبنان أو اليمن أو حتى جبهات التضامن والتظاهرات الأجنبية. هي جبهات تؤثر على الكيان الصهيوني وعلى سمعته الدولية. اليوم في إسرائيل يقولوا أن سمعتنا الدولية تلطخت. هذا من ماذا؟ من سلوك الاحتلال وسلوك مستعمري، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. والاحتجاجات والمظاهرات في الضفة الغربية، نحن شعب واحد في غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس، ولكن إذا كان اللهيب الانتفاضة أو المقاومة في غزة متصاعد جدا جدا ويأخذ من حياة منحى عسكري بالكامل، في الضفة الغربية هناك مظاهرات وهناك احتجاجات وهناك أشكال طويلة وعريضة من المقاومة التي تضاف إلى مقاومة الاحتلال. بالتأكيد هي تربك وتستنزف جيش الاحتلال واستخبارات وجيشه. يعني مثلا عملية اليوم التي تتحدث زميلنا دكتور أحمد بها، هي استنزفت جيش الاحتلال واستنزفت الخبراء وأربكت المستوى الأمني والعسكري والسياسي وأوقعت خسائر. بالتأكيد هذه تضاف، تحتاج إسرائيل اليوم إلى تعزيزات سواء أمنية أو استخباراتية أو لوجستية في جنين. وقد تقول أن من الممكن أن تحدث هذه العملية في نابلس وفي طول كرم، وبالتالي كل شكل من أشكال المقاومة في الضفة الغربية هو يعتبر إسناد ودعم ومقاومة. اتضحت الفكرة سيد عدنان نعيم. أعود إلى ضيفنا شديد. سيد شديد، كنت تتحدث عن إخفاقات متتالية لجيش الاحتلال، باعتقادك كيف تضيف وتؤثر هذه العمليات المتوسعة للمقاومة في الضفة الغربية على جيش الاحتلال طبعا؟ نعم، استكمالا لما تفضل به الصديق أستاذ عدنان، الضفة الغربية أولا هي عبء عسكري على الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى العبء الأمني والاستيطان. الضفة الغربية تستحوذ على ما يقارب فرقتين من جيش الاحتلال. جيش الاحتلال يخصص للضفة الغربية ما يعادل 7 ألوية. هذا يعني بأن هناك جبهة عريضة ممتدة على مدى على طول 5000 كيلومتر مربع، إضافة إلى المنطقة الحدودية. وهنا إذا ما انتقلنا إلى البعد العسكري البحث، هناك مجموعة فرق عسكرية ألوية عسكرية بحجم فرقة ونصف متموضعة على طول الحدود الفلسطينية الأردنية. إذا هناك قوة إسرائيلية مستنزفة بالضفة الغربية هي حقيقة، وإن لم تكن تحارب على جبهة مشتعلة على طول الساعة وهناك اشتباكات، إلا أنها قوة شبه مجمدة لا يمكن الاستغناء عنها. جيش الاحتلال اليوم لا يقوى على إبقاء 3 فرق عسكرية على الرف لا تستخدم. الحدود الفلسطينية الأردنية التي تعادل حوالي 300 كيلومتر، إضافة إلى مساحة الضفة الغربية وحماية المستوطنين والمستوطنات، وهنا هذا العبء العسكري على جيش الاحتلال. البعض لا يريها أهمية، في حال أن
ساحه الضفه الغربيه والحدود الفلسطينيه الاردنيه قد تم الاستغناء عن القوات المتواضعه بها، يستطيع جيش الاحتلال ان يتعامل على ان لديه فائض عسكري، على عكس ما قاله رئيس هيئه الاركان هرتسي هليبي قبل ايام حين قال نحن بحاجه الى 15 كتيبه، اي ما يعادل 3 إلى 4 ألوية عسكريه لكي يستطيع الجيش القيام بواجباته العملية والمهنية على الأرض. إذن هناك الضفة الغربية حتى وإن لم يطلق رصاصة واحدة، هناك ما يقارب 3 فرق عسكرية مجمدة مركونة في الضفة الغربية والحدود، وتماما كما قال الأمين العام لحزب الله بأنه فتح جبهة الشمال أو الإسناد الذي تقوم به المقاومة على الحدود الشمالية اللبنانية الفلسطينية المشتركة قد استحوذ على مكانه في العقلية وفي السلوك وفي القوة الإسرائيلية، وبالتالي هذا وضحت الفكرة، يخفف على جبهة غزة. وضحت الفكرة سيد أحمد شديد، وأعتذر على المقاطعة لنهاية الوقت. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد شديد الخبير في الشأن الصهيوني، كنت معنا من رام الله، وأيضا ضيفنا عدنان نعيم المحلل والمختص في الشأن الصهيوني. أشكركم جزيل الشكر مشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء.